تعالوا نشوف ازاي بتابع الزغاليل وازاي النهارده هاكلها بالميكس بتاعنا وهعطيها بديكال ب 12. تعالوا نبدأ الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام، معاكم اخوكم مصطفى. ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهارده متابعة الزغاليل. طبعا نجيب لكم مجموعة من الزغاليل علشان ايه نشوف هنتابع ازاي. اولا هو انا معايا الميكس اللي انا عملته في البيت، كمية كبيرة جدا. لو انت ما انتش لاقي الميكس، لكن لو انت لاقي الميكس اشتريه، ماشي؟ طيب انا بستخدم ايه في التأكيل اليدوي؟ مساعدة بس يا جماعة، لكن انا النهاردة هأكل علشان اعطي الديكال ب 12. ليه هعطي الديكال ب 12؟ معايا السرنجات دي اللي هي المستخدمة، اهم حاجة المبسم السيليكون ده يا جماعة، اهو اللي بيتشال كده ويركب على اي سرنجة، اي سرنجة سواء 10 سنتي 20 سنتي، اهو ده المبسم السيليكون، تمام، اللي بستخدمه على السرنجات العادية من الصيدلية البشري. طيب ليه النهاردة هعطي ديكال ب 12؟ ديكال ب 12 في السن ده او بيديكال يا جماعة، او في كمان بيبي فيت وفي دروب، التلاتة او الاربع اصناف دول بينفعوا جدا في فترة الريش دي، او بيمنعوا من الكساح كمان، يعني بينفع جدا في موضوع الريش، يخلي ريش الحمام كويس او ريش الزغاليل يبقى كويس. لو انت حاسس ان الريش قليل اعطي منه في الفترة دي ديكال ب 12 او بيديكال او في دروب او بيبي فيت. طيب انا معايا النهارده ده، فانا قلت ايه ااكل اساعد الزغاليل انها تاكل، هي الاهالي مأكلها طبعا، انا برجعهم لاهاليهم تاني، هعطيهم العلاج وهساعدهم شويه في الاكل وارجعهم لاهاليهم تاني. طيب انا بعرف ارجعهم لاهاليهم ازاي؟ من رقم الدبله، الزغاليل لابسه دبله، فانا ببقى عارف ده انا جايبه منين وده انا جايبه منين، فبرجعهم لاهاليهم مره تانيه. طيب تعالوا نشوف هنأكلهم ايه ونحط عليه الديكال ب 12. طبعا زي ما قلت لحضراتكم انا معايا الميكس اللي انا عامله في البيت، عامله يدوي، اللي شاف الفيديو اللي انا عامله بالكبة بتاعت اللحمة او المطحنة بتاعت اللي هي بتاعت البهارات بتاعت الخلاط العادي. انا هحط كمية كده اللي انا محتاجها على حسب ما انت محتاج، وتضيف عليه مية دافية، مهم جدا المية الدافية يا جماعة في الوقت ده في الجو البارد اللي احنا فيه ده. انا طبعا جايب ازازة مية باردة دافية اقصد من البيت وانا طالع، وهنحط المية هتخليه خفيف جدا، يعني مش تحاولش ان انت تعمله سميك لانه بيمتص مية كتير. الحبوب هي حبوب طبيعية طبعا ومضاف اليها اعشاب، هسيب لك رابط الفيديو في صندوق الوصف او في اول تعليق، تمام. انا فتحت الديكال ب 12 اهو، وهنحط منه غطا، هعمل كده للزغاليل 3 ايام، مقدار غطا او معلقة كبيرة، لكن انا دايما بستخدم الغطا، او تستخدمها كده بالشكل ده. حطينا مقدار الغطا، خلاص نبدأ نقلب. هنقلب الميكس بتاعنا كويس جدا لحد ما يمتزج، ومش تخليهوش سميك ولا تخليهوش مية برضو، يعني يكون ممتزج كده لزج. هتشوف هوريك شكله بيبقى عامل ازاي وقت التأكيل بعد ما نقلبه جيدا. بعد ما قلبت الميكس جيدا بقى بالشكل ده يا جماعة، اهو شوف ازاي بقى شكله زي شوربة العدس كده بالظبط، حساء العدس اهو، تمام. هو فعلا فيه عدس، في عدس اصفر في المكونات بتاعته، اللي عايز يشوف الخلطة معمولة من ايه هسيب له الرابط. طيب ابدأ اكلهم وبرضه في نفس الوقت اعطيهم العلاج. السرنجة دي يا جماعة تنفع للزغلول الكبير وللزغلول الوسط وفي للزغلول اللي هو الصغير، هي عموما دي تنفع ودي تنفع، اهم حاجة يكون المبسم السيليكون ده
راكب عليها للزغلول اللي هو الصغير. طيب انا هبدأ بالزغلول الصغير، اصغر حاجة. يبقى انا هعطي دلوقتي الدواء مع التأكيل اليدوي، يبقى هياكلهم وفي نفس الوقت السرنجة اهو يا جماعة المستخدمة للزغاليل الكبيرة، السرنجة 50 سنتي او 60 سنتي، تمام؟ مش محتاجة. انا هاتي كل واحد شوية كده، كل زغلول حبة، علشان يبقى اعطيناه الدواء. طبعا هننضف اللي بعدين، بعد ما نخلص كده هننضف الزغاليل اللي هي سيل عليها الاكل دي. حاول يعني انك انت ما تعكش الزغاليل، كل زغلول ياخد له، المهم نعطيه العلاج، تمام؟ بالشكل ده اللي هو ديكال بي 12. طبعا انا بقول لحضراتكم قبل كده كنت عملت اللي هو ازاي تخلي الزغلول نص كيلو او اكتر من نص كيلو كمان، بطريقة ان انا بعطي من اليوم الثامن والتاسع والعاشر بعطي فلاجيل بنفس الطريقة كده زي ما بعمل دلوقتي، الثامن والتاسع والعاشر من نص سنتي الى سنتي فلاجيل في الفم مباشرة. فلاجيل طبعا اللي هو ازازة زي الدواء ده كده، دواء سائل، ما بعطيش الاقراص. اليوم الثامن والتاسع والعاشر حوالي نص سنتي. الزغلول الصغير ده انا اعطيته بالسرنجة دي بالمبسم السيليكون ده، تمام؟ يبقى كده اكون اعطيت للزغاليل تأكيل يدوي، واعطيت لهم الديكال اللي هو بيحسن من الريش وبيحسن من الكالسيوم عند امتصاص الكالسيوم عند الزغاليل. لو في زغاليل عندها كساح ان شاء الله بيعالج الكساح، ديكال او بيديكال. وزي ما قلت لكم بعطي الفلاجيل، مهم جدا جدا جدا. الزغلول من عمر اليوم الثامن والتاسع والعاشر، يعني لما تلاقي الزغلول بقى بدأ يطلع في الريش كده، الثامن والتاسع والعاشر او اقل من عمره ده كمان، اعطيه 3 ايام ورا بعض فلاجيل من نص سنتي الى سنتي، فلاجيل ازازة، تمام؟ الفلاجيل اللي هو 125، مش الاكتر من كده، اللي هو بتاع الاطفال، تمام؟ هيجيب معك نتيجة جيدة جدا. بعد ال3 ايام الفلاجيل اللي هو اليوم العاشر، هات نص قرص خميرة، اي نوع خميرة من الصيدلية، البشري او البيطري، نص قرص في الفم 3 ايام، علشان طبعا زي ما حضراتكم عارفين الفلاجيل اللي بيقتل البكتيريا النافعة، النفع والضرة، فاحنا عايزين نرجع البكتيريا النافعة مرة تانية، فبنرجعها بالخميرة. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.